مرحبا، من خلال هذا الفيديو سنرى كيفية إنشاء قوائم متجاوبة Responsive باستخدام HTML CSS والقليل من جافا سكريبت. وقبل البدء أود التذكير أو الإشارة إلى هذا السطر، السطر الخامس Meta Name Viewport، وأن هذا السطر مهم جدا عندما تتعامل مع التصميم المتجاوب. إذا نأتي إلى صفحة Index أو إلى داخل عنصر بعضي ونقوم بإدخال Header، ثم نقوم بإنشاء ديف ونعطيه كلاس لوجو. بعد ذلك نقوم بإدخال وسم A ونربط الصفحة الرئيسية التي هي index.html، وهنا سأدخل شعار أو صورة التي تقع في مجلد اسمه img، واسم الصورة هو eb.png. الصورة تظهر هنا. بعد ذلك سنقوم بإدخال بوتن أو زر لإظهار القائمة عند الضغط عليها، وهذا البوتن سنعطيه كلاس ناف توجل. بعد ذلك ندخل وسم I ونستخدم هذا ال HTML entity أو كائن HTML الذي سيقوم بإظهار هذه الأيقونة التي تسمى الهامبورجر أيكون. ذلك سنقوم بإدخال عنصر ناف بداخله UL وبداخلها LI A أوم. إذا هنا القائمة، وهكذا تظهر صفحة الويب من دون إدخال أي ستايلات. إذا ننتقل الآن إلى ملف CSS. طبعا هنا قمت بربط ملف CSS عن طريق هذا العنصر link rel relationship style sheet href أو hyper reference main.css. إذا كالعادة سنقوم بإدخال بعض الستايلات الأساسية، وسنبدأ مع وصم بعضي margin 0 والبادن 0، ونغير الخط إلى خط اسمه poppins. sans serif إدخال قيمة ثانية بعد القيمة الأولى، وكأننا نقول أنه إذا لم يتوفر في الجهاز الهدف هذا الخط فبالإمكان استخدام أي خط سان سيريف. بعد ذلك سنقوم باستهداف الهيدر ونغير الباك جراوند إلى RGBA. سنقوم الآن باستهداف شعار الموقع ونغير الديسبلاي إلى فليكس، جاستيفاي كونتنت سنتر لتوسيط العنصر، جاستيفاي كونتنت. وطبعا بخصوص هذا الشعار سأحدد العرض هنا في 200. نعود إلى ملف CSS وسنغير الـ background linear gradient من اليسار إلى اليمين to right. إذا هنا كما نلاحظ تأثير تدرج الألوان، نلاحظ هنا البياض وسط هذا الشعار، بينما هنا لون رمادي وفي هذا الجانب أيضا لون رمادي. سنستهدف الرابط داخل العنصر لوجو
ونغير المارجن إلى 1.5 إيم. الآن سنقوم باستخدام هذا الزر أو هذه الأيقونة التي تسمى الهامبورجر آيكون. إذن كنا قد أعطينا كلاس ناف توغل. إذن ناف توغل. إذن أولا سنقوم بتغيير البوزيشن إلى أبسولوت ونغير الخاصية رايت إلى 10 بيكسلز والطوب أيضا إلى 10 بيكسلز. إذن هنا عندما نقوم بتطبيق خاصية البوزيشن أبسولوت على أحد العناصر فإنه يتم إزالته من البنية التنظيمية لصفحة الويب. والخاصية رايت تعني دفع العنصر من جهة اليمين بنسبة أو بقيمة 10 بيكسلز، ونفس الشيء بالنسبة للتوب ندفع العنصر من أعلى حافة body أو html نحو الأسفل بمقدار 10 بيكسلز. سنغير الفونت ويت إلى bold ونغير الفونت سايز إلى 1.8 إيم. border none للتخلص من الإطار. نضيف بعض البادين أيضا 0.2 إيم. وكما نلاحظ هنا إذا قمنا بالتأشير على هذه الأيقونة لا يتغير شكل الماوس، ومن الأفضل استخدام الكارسر هنا بوينتر حتى نشير للمستخدم بأن هذه الأيقونة قابلة للضغط. إذا ننتقل الآن إلى استهداف هذه القائمة UL list style none للتخلص من تلك النقاط. وقبل المواصلة أود الإشارة إلى أنني من خلال هذا الفيديو اعتمدت على نهج الموبايل فورست أبروتش، بمعنى أنني أستهدف أجهزة الموبايل أولا، أي أن كل هذه السطيلات ستطبق على أي جهاز مهما كان صغيرا. بعد ذلك سنقوم بإدخال استعلامات الميديا لاستهداف الشاشات الكبيرة. إذا سنغير هنا خاصية الديسبلاي للقائمة إلى فليكس، وسنغير الفليكس دايركشن إلى كولوم بدل الرو، لأن القيمة الافتراضية هي رو، هي التي جعلت العناصر أفقية، لكن يمكننا تغيير ذلك باستخدام القيمة كولوم تكست ألاين. تكست ألاين سنتر مارجن 0 والبادن أيضا 0. بعد ذلك سنقوم باستهداف اليو ال ال اي. لن سأقوم هنا بإدخال ترانزيشن، الخاصية ترانزيشن باك جراوند كولر 0.5 اس. طبعا لدي كورس في اليوتيوب عن هذا الموضوع الخاص بالترانزيشنز في سي اس اس لمن يرغب في العودة إليه. بعد ذلك سنقوم باستهداف الرابط داخل هذه القوائم ULLIA، وسنغير اللون إلى دوتشر بلو، ونتخلص من هذا الخط تكست ديكوريشن نون، ونغير خاصية الديسبلاي إلى بلوك، والبادن إلى شيء مثل 0.8 إيم. الآن سنستهدف هذه العناصر القائمة في الحالة هوفر. إذن سنقوم باستهداف ULLI في الحالة هوفر، وسنغير الباك جراوند كالر
إذن هنا لم نرى أي تغيير، لأن الخلفية خلفية صفحة الويب بيضاء وهذا اللون أبيض، لذلك لا يظهر أي تأثير. إذن بدلا من ذلك، هنا لم أكن في الواقع أنوي إغلاق عنصر هيدر هنا، لأن القائمة أيضا هي جزء من الهيدر. إذن نقوم بإدخال وسم الإغلاق بعد وسم النهاية للعنصر ناف. إذن الآن سنرى تأثير الهوفر. وبخصوص هذه الأيقونة نلاحظ أنها مائلة، لأن الستايلات الافتراضية للعنصر اي هي فونت ستايل ايتاليك، لذلك سنقوم باستهداف هذا العنصر اي ونغير الفونت ستايل الى نورمال. اذا هنا هكذا ستظهر هذه القائمة على الموبايل، لكن على أجهزة الكمبيوتر فبالتأكيد هذا المظهر ليس جيدا، لأن هناك ما يكفي من المساحة لتوزيع عناصر القائمة رأسيا أو أفقيا داخل صفحة الويب. إذا لنقوم الآن بذلك باستخدام استعلامات الميديا. إذا سنقوم باستهداف الميديا من ويت مثلا 700 بيكسلز أو حتى 600 بيكسلز. إذن هنا فقط كتجربة يمكننا تغيير خلفية البادي إلى لون مثل الأحمر عندما يتحقق هذا الشرط. إذن الآن طالما أن منفذ العرض أو حجم إطار العرض لهذه الصفحة هو أكثر من هذه القيمة 600 بيكسلز، فكل هذه الستايلات ستطبق، بينما إذا كان منفذ العرض أقل من هذا العدد أي أقل من 600 بيكسلز فلن تتحقق أي من هذه الستايلات. إذا نتخلص من هذه القاعدة. وقبل ذلك، قبل إدخال أي ستايلات في استعلامات الميديا، سنقوم أولا بإخفاء هذه القائمة عن طريق الخاصيات display none. الآن عندما يكون إطار العرض أو منفذ العرض أكثر من 600 بيكسلز، سنقوم باستهداف الـ UL ونغير الـ display إلى flex، والـ flex direction إلى رو أي القيمة الافتراضية. والسبب في حاجتنا لإدخالها رغم أنها قيمة افتراضية، السبب هو أننا حولناها سابقا إلى flex direction column. ندخل خاصية أخرى هي justify content. وبدل center يمكننا استخدام أكثر من قيمة أخرى مثل space between، وهذه القيمة ستوزع هذه العناصر، ستوزع المساحة المتبقية بالتساوي بين هذه العناصر. والآن سنقوم بإخفاء هذه الأيقونة بتغيير قيمة الخاصية right إلى ناقص 40 بيكسلز أو 50. إذن nav toggle right ناقص 50 بيكسلز. نلاحظ هنا أنه عندما يتحقق شرط الميديا كويري أو استعلام الميديا تظهر هذه الأيقونة على الفور، لذلك سنقوم باستخدام خاصية transition على nav toggle أي على أيقونة transition 1s وعدم إدخال أي قيمة يعني all، بمعنى وكأننا أدخلنا all هنا. إذن الآن نلاحظ هنا كيف تظهر الأيقونة
سنقوم بالتحول إلى جافا سكريبت، لكن قبل ذلك وخارج هذا الشرط أو هذا الاستعلام الخاص بالميديا كويري، سنقوم باستهداف UL Open. طبعا هذا الكلاس لم يتم بعد إضافته إلى القائمة، ومن خلال جافا سكريبت سنقوم بذلك عند الضغط على أيقونة إظهار القائمة. إذن كل ما سنقوم به هو تغيير الخاصية Display إلى Flex. والسبب في إدخال القيمة Display Flex أو Block هنا هو لإعادة الكتابة فوق هذه الخاصية Display None. إذن نأتي الآن إلى جافا سكريبت، طبعا أسفل وصم بعضي. source main.js ونقوم بإنشاء ملف main.js. إذن في البداية سنقوم باستهداف هذا الكلاس nav toggle. إذن سنقوم بإدخال const nav toggle document dot query selector. وسنستهدف ايضا القائمة ul document. طبعا هنا سأستخدم نفس الطريقة، UL، وسنضيف event listener لهذا لأيقونة الهامبرجر ايكون. إذن nav toggle dot add event listener الذي هو الكليك أو النقر، وندخل arrow function. بعد ذلك سنقوم باستهداف الكلاس ليست لهذا ال UL أو هذه القائمة الغير مرتبة. إذن UL class list toggle الكلاس open. إذن الآن عندما نقوم بالضغط على الأيقونة يتم إظهار القائمة، وحتى نعرف كيف تشتغل الأمور خلف الكواليس هنا أخفينا القائمة بالنسبة لأجهزة الموبايل باستخدام الخاصية Display None، لكن باستخدام جافا سكريبت على نفس الأجهزة يمكننا إضافة هذا الكلاس Open لتغيير الخاصية Display إلى Flex. إذن إذا استخدمنا أداة Developer Tools في متصفح موزيلا استهدفنا هذه القائمة. UL نلاحظ الآن أن هناك كلاس open، لكن إذا ضغطنا على هذه الأيقونة يتم إزالة الكلاس، بالتالي لم تعد هذه الخاصية فعالة لتحل محلها display none. نضغط تقوم جافا سكريبت بإضافة الكلاس open. إذن هكذا تظهر القائمة على أجهزة الديسكتوب أو الشاشات الكبيرة، وهكذا تظهر على أجهزة الموبايل. لكن لو عدنا إلى منفذ العرض للشاشات الكبيرة نلاحظ أن هناك مشكلة، هناك مسافة كبيرة بين هذه العناصر، ومساحة التأشير في الماوس صغيرة جدا ولا تتعدى المحتوى
أي هذه النصوص. إذا هناك خاصية أخرى يمكننا استخدامها باستخدام الفليكس بوكس، وسنستهدف العناصر القائمة LI items، وسنستخدم ثلاث خصائص فليكس برو: واحد والفليكس شرينك صفر، والفليكس بيسس اوتو تلقائي. الآن نلاحظ أن المساحة التي كانت فاضية في السابق تم الآن استغلالها، ويمكن بدل استخدام كل هذه الخصائص الثلاثة استخدام الصيغة الشورت هاند أو الصيغة المختصرة بمجرد كتابة الخاصية فليكس: واحد صفر أوتو، بحيث أن القيمة الأولى للخاصية فليكس جرو والقيمة الثانية للخاصية فليكس شرينك والقيمة الثالثة للخاصية فليكس بيسيس. إذن الآن أصبح لدينا قائمة متجاوبة على أجهزة الموبايل وأجهزة التابلت، وهكذا ستظهر القائمة على الأجهزة الكبيرة. إذن أكتفي عند هذا الحد، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.